السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله نتكلم على خوارزمية، طبعا يعني بها بالنسبة للي قبل اللي عملناه يعني بها بعض التعقيد يعني، فأتمنى تركز معي. راح أشرحها أول مرة وأعمل لها عرض بشكل مرئي يعني كيف تكون بالذاكرة وكيف يتنفذ البرنامج وكيف خطوات الخوارزمية. يعني كما نعرف إحنا لغة الجافا أو أي لغة برمجية هي مجرد أداة لتنفيذ الخوارزميات. فالفكرة إذا فهمت الفكرة من الخوارزمية كيف قد تتنفذ، فسهولة راح تنفذها بطريقة برمجية لغة الجافا. فأتمنى تركز معي. أول مرة هذه الخوارزمية هي إيش الهدف منها؟ عندنا اثنين أراي مصفوفتين، هاي طبعا بعدين راح تفيدنا لما نتكلم عن الميرج سورت. الميرج سورت شوية بيها بعض التعقيد، لذلك راح أعطيك هذه الخوارزمية البسيطة كتفهمها بشكل أسرع يعني. فهنا عندنا تو اراي، اثنين اراي يعني اشكال ما يكون حجمهم يفرق، ماكو مشكله يعني، لكن مرتبين يكون يعني البيانات هنا مرتبه بشكل تصاعدي، عندك ثلاثه خمسه يعني مرتبه يعني، وايضا الاخرى ايضا مرتبه. الهدف ايش هو الهدف؟ الهدف انه ندمجهم اثنين بنعملهم مصفوفه واحده اللي هي هذه، اصح نعملها بعد بشويه، لكن ندمجهم بشكل مرتب. يعني كيف مرتب؟ يعني هي هذه مرتبه فهمنا وهذه مرتبه فهمنا، لكن لما ندمجهم ما ندمج جاي مثلا نخلي هذه يمه قبل، لا يكون ايضا يكونون مرتبين. كيف يعني؟ يعني مثلا هذه بيها 3 5 9، هاي بيها 2 4، فاذا اول مره راح تكون 2، بعدين راح تكون 3، بعدين راح تكون 4، بعدين 5، فناخذ من هاي ومن هاي، واضح؟ بحيث تكون بالاراي الثالثه اللي احنا عملها الناتجه تكون الاراي مرتبه سورتنج. اتمنى الفكره وصلت هنا الهدف من الخوارزميه. احنا عندنا المدخلات اللي ندخلها بالداله والعمليه والخوارزميه اللي احنا عملها بالجافا، ندخل الراي الاولى والراي الثانيه، واحنا الناتج حيكون الراي الثالثه، واضح؟ فعندنا هنا نعمل اي اللي هي الاندكس مال الراي الاولى، ونعمل جي اللي هي الاندكس مال الراي الثانيه اللي هي الاندكس 0 1 2 وهكذا، ونعمل ايضا كي اللي هي الاندكس مال الراي الثالثه اللي احنا نعملها، ايضا نعملها احنا برمجيين يعني، هذا هي مدخلات احنا ندخلهم، لكن هاي احنا نعملها لازم ونضيف لها القيم. فعندنا بهذه الطريقه حاليا. فهنا اول ما نبدي اشنو طريقه الحال بيها، خوارزميه الحال، فكره الحال ايش هو؟ انه انت عندك هذول اثنين مرتبين، فايش راح تعمل هنا؟ راح تجي اول مره الاراي 1 اوف 0 اللي هي هذه، يعني الاراي 1 اوف 0 الاي مال 0 يعني الاندكس، فالاراي 1 اوف 0 مقارنه مع الاراي 2 اوف 0 ايضا اللي هي هذا، واضح؟ هاي الاراي 2 اندكس مال 0، فتقارن اي الاكبر هنا؟ فهنا عندك الاثنين اكبر، فاذا تخلي الاثنين هنا. كيف تأكدت انه اثنين اصغر؟ عفوا نقارن ايميل اصغر، يعني احنا نريد تصاعدي، فنريد من الاصغر للاكبر نرتبه المصفوفة الثالثة. فاذا هنا عندك الاثنين اصغر، فاذا تخليها هنا. كيف تأكدت انه الاثنين هي اصغر شيء هذا هو؟ الامر بسيط واضح، يعني احنا عندنا نقارن اول وحدي باول وحدي، ونحن نعرف انه المصفوفتين مرتبين يعني من التصاعدي، فاذا دائما اول قيمة مال هذه هي اصغر شيء من البقية، واول قيمة مال هذه هي اصغر من البقية كلهم. اتمنى هذه الفكرة واضحة تكون. فاذا ما دام هذه اثنين هذه اصغر من البقيه وهي اصغر من البقيه، فنقارن فقط هذه مع هاي الاولى مع الاولى هنا، فهي الاصغر نخليها بالبدايه بعدين وهكذا. واضحه الفكره؟ اتمنى الفكره واضحه، توضح حاليا بالحال. فنجي هنا وش المؤشر عندنا هنا على الزيرو، عندنا الاي زيرو الاندكس نبدي بينه زيرو، انيشال نعمله زيرو، وهذا نعمله انيشال ايضا زيرو. هذه المصفوفه ايش قد حجمها حيكون؟ احنا هنعملها برمجيا ايش قد حجمها حيكون؟ هيكون حجم هذه زائد حجم هذه، واضح؟ فاذا هاي عندك ايش قد؟ 1 2، هذه 5 طولها، اللينث ماله 5 تبتدي من الصفر، اللينث 5 ماله، هذه اللينث ماله الطول ماله 6، السايز 6 يعني، فإذا 5 و6 فإذا هاي طولها راح يكون 11 لازم، واضح؟ فإلى الإندكس 10 لين تبدي من الصفر. أتمنى الفكرة واضحة. راح نعمل لوب ونبدي نقارن بين وحدة وحدة بهاي المصفوفة ومصفوفة الأخ، حتى نضيف القيم إلى هنا، الأصغر نضيفه إلى هنا. فإذا عندنا اللوب، إيش الشرط مال اللوب؟ الشرط مال اللوب يكون الإندكس مال أي أقل من طول المصفوفة الأولى، والاندكس مال جي اقل من طول المصفوفه الثانيه. اعتقد الفكره واضحه، فقط فكر بالموضوع يعني. الاندكس هذا لازم يكون اقل من الاراي من طول ماله، الاندكس ماله الى 4 هي الاندكس ماله الى هنا، فنقول اقل يعني يبدي من الصفر، فنقول اقل. فلازم اقل، من يصير اقل منه؟ من يصير اقل الاندكس ماله مال هذه؟ من يصير اقل من طوله اللي هو طوله ايش قد؟ حيكون 5، اقل منه فاذا 4. فمن يصير طول ما هو اقل من 4 فنحاول يعني نبدل نقارن، بينما منصه اكبر من 4 فاذا هذا انتهى، نقف لما بعد اخر شيء وصل،
واضحة الفكرة؟ أتمنى هذه الفكرة واضحة تبين أكثر برمجيا. فحاليا نبدي، يبدي البرنامج يعمل لنا مصفوفة ومنا كل شيء وجهزنا القيم. فنبدي أول مرة نقارن الـ array of 0 مع الـ array 2 of 0، منو الأكبر هنا؟ نقارن email if، نقول له if يعني array 1 of 0 أو array 1 of i، لأن عندنا loop i و j عندنا. if array 1 of 0 يعني i أقل من array 2 of 0 خليها هنا، array 3 تساوي array 1، أي الأقل خليها هنا. إذا كانت الأخ أقل array 2 أقل خلي هذه هنا. واضحة الفكرة؟ فإذا أول شيء منو أقل هنا؟ الثلاثة والاثنين مقارنة فأكيد الاثنين، فإذا نخلي الاثنين هنا، نخلي نضيفه إلى الأراي 1. واضح الاندكس صفر راح يكون هذا. وش راح نعمل هنا؟ هذا المؤشر نخليه هنا نضيف له يعني نزيده واحد، فإذا الجي راح تكون واحد حاليا. واضح الآي تبقى، يعني هنا عرفنا الجي وضعناه اثنين انتهى، ما بعد نحتاج هذا ونتركه، بقى نزيده واحد الجي. بعدين نجي الآي نفسها ظلت ما غيرناها صفر بعده، فنجي هنا نقول له ايضا نفس هاي الصفر ونقارنه مع الجي اللي هي واحد صارت هنا. واضح؟ فهنا منو الاكبر؟ منو الاصغر؟ ناخذ الاصغر فناخذ هذه. طبعا هذا المؤشر ايضا من عملنا راح نزيد واحد الكي، الكي حتى ينتقل على البعد حتى يضيف للبعد يعني، فايضا الكي صار واحد هنا. اتمنى الفكره واضحه. حاليا نجي هنا ناخذ هذه ايضا، الكي وين راح يصير؟ راح يصير على اثنين، يعني نزيد واحد، وهنا ايضا هذه راح تزيد واحد، تصير على واحد الاي، يعني كملناها الثلاثة فننتقل على البعدة لازم. حاليا هسه من نقارن، طبعا الجهة راح تبقى نفس، حاليا نقارن منو الخمسة مع الأربعة، فمنو الأكبر؟ أصغر، الأربعة أصغر، فإذا ناخذ أربعة، شوف راح تكون سورتنج مرتبة بالأخير كله. أيضا نزيد هذا واحد، شلنا الأربعة فنزيد الجي واحد أيضا، فإذا هذا يكون اثنين. كي وهذا راح يكون اثنين ايضا. شوف واضح الفكره، يعني حاليا صار المؤشر اثنين، نزيده واحد فقط. حاليا نقارن ايضا هذا مع هذا اللي بعده، فالخمسه مع السبعه تقارن، يعني من الاكبر هنا من الاصغر؟ الخمسه طبعا، وهنخلي الخمسه ايضا نزيد هذا واحد يعني على اربعه، هذا يكون على اربعه، وايضا نزيد جبنا الخمسه نزيد هذا لما على اثنين ايضا. من الفكرة واضحة. حاليا نقارن ايضا هذا مع هذا بعد، تسعة مع السبعة فايضا السبعة اصغر، اذا ناخذ السبعة هنا نزيد هذا ايضا نزيد هذا، يعني اخذنا السبعة هذا ونخلينا على ثمانية للاندكس مال ثلاثة راح يكون، فجي ثلاثة راح نعمله. بعدين نقارن ايضا بيناتهم، هنا اصغر لثمانية ايضا فناخذ ثمانية خليها هنا، وهذا نغيره نعمله ستة الاندكس ماله، وأيضا هذا نعمله أربعة خليها هنا العلامة إشارة. نقارن أيضا هنا فهذا أصغر فناخذ هذا نزيد هذه هنا، وأيضا نزيد الجي نعمل ثلاثة الآي عفوا نعمل ثلاثة. من الفكرة قد تكون واضحة يعني. حاليا نجي نقارن 22 مع 15 كيف من الأصغر، فإذا الأصغر هذا ناخذ 15 نخلينه هنا، أيضا نزيد هذا حتى نخلي البعد يعني، وأيضا أخذنا 15 فنزيد هذا نعمله على الخمسة الإندكس ماله. فهنا الشرط حاليا بعد يمشي، يعني هذا حاليا قلنا الشرط انه يكون اقل الجي والاي اقل من طول المصفوفة، طول المصفوفة هنا ستة واضح، هنا اقل منه فهو خمسة وفعلا اقل منه، فاذا يمشي الشرط بعد ماكو اي مشكلة. حاليا نجي نقارن 22 مع 45، هنا وصلنا بالجي، ف 22 مع 45 من الاكبر؟ الاصغر عفوا، طبعا اكيد ال 22 هو الاصغر، فنخلي 22 هنا، هذه نحولها نعملها على التسعة، هنا أيضا نزيد هذه نعملها على السبعين اللي هي الإندكس أربعة. حاليا الشرط أيضا يمشي بعد ما خلص، هنا حاليا هاي طولها خمسة قلنا أقل فإذا هي أربعة،
اثنين بعد الشرط ما خلص. فإذا نقارن حاليا بين 70 وبين 45 أيضا، واضحة الفكرة؟ من الأصغر؟ أصغر لي 45، نخليها هنا نضيفه. أيضا نخلي المؤشر هنا، وهي نعملها إلى زايدة واحد، يعني نعملها إلى 10. حاليا هذه لما ضفناها ايش خسارتها؟ هذه قيمتها 70، آخر شيء ضفنا 45 عفوا. فإذا نزيد هنزيدها، كنا نضيف نزيد قلنا، إذا إذا راح تكون 6. الشرطة شنو؟ لازم تكون أقل من 6، لازم أقل من طول المصفوفة. فإذا وقفت العملية هنا، وقفنا انتهى، بعد ظل 70 هنا فقط. فما دام ظل 70 هنا فقط بعد المصفوفة، سواء ظل هنا شيء أو يظل هنا شيء بعد ما انتهت وحدة منهم، فهذا الكنظل هو أكيد الأكبر، فنخلينه بالأخير. فإذا نعمل وايل جديد، لازم بالبرمجة حق لك كيف نعمل وايل جديد حتى نتأكد إذا أكو شيء بقى أو لا. فهنا كن بقت 70 فقط، ما بقى شيء ما ضفناه، فأيضا فقط نضيف 70 إلى 10 وانتهى الأمر. حاليا أصبح عندنا سورتد، يعني دمجناهم وبنفس الوقت عملناهم سورتنج. أتمنى الفكرة واضحة. إذا فهمت هذه الخطوات حاليا نشوف بالبرمجة الأمر جدا سهل. شوف فقط اتذكر عندنا الراي 1 الراي 2 ندخله، شوف هنا راح نبدي نشتغل بها برمجيا. بريفات ستاتيك فويد، ما نريد ترجع لنا شيء، نسميها مرج. ايش نحتاج المدخلات؟ قلنا فقط الاراي انتجر، الراي 1 وايضا انتجر الراي 2، واضح؟ فقط هذول نحتاج كمدخلات. نرجع بعدين احنا نعرف بعض الامور اللي نحتاجها. فهنا عندنا انتجر كلتم، بنعرف الاي كما قلنا تبدي بالصفر، كما قلنا الاي الاندكس، الاندكس مال الاراي 1 احنا نعتبره بكيفك ايش ما تريد تسميها، جي اندكس مال الاراي 2. نعرف ايضا جي يساوي ايضا صفر، تبدي بالصفر صفر. نعرف ايضا الكي يساوي صفر كما قلنا صفر، كما قلنا نعرف ايضا نعمل كما قلنا نعمل اي وجي، ونعمل كي للمصفوفة الثالثة، ونعمل ايضا نعرف مصفوفة ثالثة طول، لا لازم يكون طول مجموعة ذوي الاثنين، واضح؟ فاذا نعمل الراي ثالثة ايضا انتجر نسميها الراي 3، طول ايش قد راح يكون الحجم ماله؟ فنقول تساوي، نعمل انيشيلايز يعني، نقول تساوي نيو انتجر، نوع انتجر حجم ايش قد؟ الاراي 1، الراي 1 دوت لين زائدا الراي 2 دوت. اعتقد الامر جدا بسيط يعني، اكيد يعني راح يكون هذول دمجهم اثنين، احنا نريد الاولى والثانيه راح ندخلهم بعدين، فهذه تكون مجموعه طولها، يعني الثالثه راح نضعهم بها اللي هي هذه، واضحه الفكره؟ حاليا انتهى التعريفات، كملنا الامور اللي نحتاجها لنعرف بها. حاليا الشرط ما هو؟ نعمل شرط، عفوا نعمل وايل يعني شرط للدوران. الشرط شنو يكون؟ يكون كما قلنا الاي اقل من الراي 1، الاي تابع للراي 1 الاندكس ماله دوت لينث. ليش قلنا اقل؟ لان قلنا تبدي من الصفر. وايضا اند يعني لازم الشرطين يتحققون، جي اقل من الاراي 2 دوت لينث. اعتقد الشرط ايضا واضح كما قلنا هنا، هذا الاي تابع للاراي 1 لازم يكون اقل من طوله اكيد، وهذا جي من يصير اكثر من طوله مثل ما عملنا قبل قليل نتوقف مباشرة. ليس أقل، لازم مثل الطولة بالضبط كما قلنا، لكن نقول أقل لأن نبدي من الصفر اللي هو نفس الطول لازم يعني. فإذا المهم هنا نعمل الشرط الرئيسي اللي هو الإف الراي 1 أوف أي. ليش أوف أي؟ أول مرة راح يبدي بالصفر، بعدين راح يزيد واحد اثنين وهكذا. فالراي أوف أي إذا كانت أقل من الراي 2 أوف جي، ايش راح نعمل؟ اذا كانت هنا الاراي اوف اي اول وحده تكون صفر، بعدين واحد، بعدين اثنين وهكذا. اذا كانت هذه اي الاقل، نضيف الاراي 3 بالاندكس صفر. فاذا ايش نعمل؟ نقول له الاراي 3 اللي عملناها الاندكس ماله كي اللي هو بدايته راح يكون صفر، فبالاندكس صفر ايش خلي يعني؟ خلي طبعا الاراي 1 اوف اي. واضحة الفكرة؟ إذا كانت أصغر
هذه فخليها هنا. فإذا ما أصغر هنا، فإذا كانت هذه أصغر، إذا بالعكس يعني else نقول له، إذا ما تحقق هذا الشرط else بالعكس فقط. طبعا هنا اشتمل تقول له أكد، بعدين زيد لازم نقول له i بلس بلس، زيد ال i ارجع، إذا كانت تأكد زيد ال k. طبعا الفكرة واضحة يعني، هنا من عملنا مثلا هذه كانت أصغر، إذا على سبيل المثال هذه أصغر، فزيد ال i وأيضا زيد ال k ضيفه هنا، ارجع زيد ال k حتى يكون على البعدة. واضح؟ إذا هذه الأصغر else فأيضا تضيف لل k وزيد ال k وزيد ال i بنفس الوقت، وليس زيد ال j هنا إذا له. واضح؟ فهنا زيد ال i إذا كانت هذه هي الأصغر، أما إذا كانت بالعكس ال j هي الأصغر، الأري أوف j هي الأصغر، يعني بالعكس الشرط ما تحقق، فإذا اشتمل أيضا الأري 3 نفس الشيء أوف k يساوي الأري 2 of j خلي بيها، وأيضا نفس الشيء I on j plus plus تقول له زيد j، وأيضا ال k بكل الأحوال زيد. واضحة الفكرة؟ هذا الشرط الرئيسي وانتهى الأمر. حاليا أي الأصغر شوفونا من جهة مثلا، هنا شايف ما هذه الأصغر، الشرط ما تحقق، نقل له الأري of i اللي تبدي بصفر أقل لا، فإذا ال j على الإيرس، فإيش عمل؟ خلاها هنا 2 بعدين زيد هذه الكي واحد وزيد ايضا الجي واحد، فاذا خلانه هنا المؤشر، وهكذا مثل ما عملناها قبل قليل. لله هذه ممكن تراجعه اكثر من مره. كما قلنا هذا يمشي ماكو اي مشكله وانتهى الامر، لكن كما قلنا بالاخير الظل مثلا ظل 70 هنا، ممكن تظل اكثر، ممكن ظلت هنا قيم اخرى مثل ما شفناها قبل قليل بالعمليه بالطريقه المرئيه اللي عرضناها هنا. فظلت هذه بالاخير ما خلص الاندكس وفي الشرط يعني، وظلت وحده بعد. فاذا بالاخير بعد ما نخلص الوايل هنا، بعد ما خلصنا الوايل كملت هاي العمليات كملت كلها، خلص الشرط واحد من هذول الشرط ما تحقق هذا هو، فاذا يقف الوايل يخرج الوايل يخرج من الوايل. فاذا ايش نعمل هنا؟ نقول المتبقي، فنقول الوايل ايضا المتبقي سواء احنا ما نعرف المتبقي حيكون متبقي من الراي 1 او الراي 2، احنا ما نعرف. هنا صدفه بهذه المثال طلعت المتبقي 70 فقط من الراي 1 فضفنا له بالاخير. فانا نقول سواء متبقي من الراي 1 اللي هي الاي، فاقول له اذا كانت الاي اقل من ال array 1.length، ايش معنى اذا كانت الاي اقل من array 1.length؟ يعني اذا كانت بعد ما وصلت النهايه، بعد اقل منه ما وصلت نهايه المصفوف مثل ما عملنا هنا، شوف ما وصلت نهايه ال 70 بعد ما كملت، فاذا يعني كانت اقل، فاذا ايش معناتها؟ يعني معناتها اكو قيمه بيها، فاذا حولها هذه القيمه ايش قد ما تكون، خلي تكون عمل له ايش قد ما كان، يشيل 2 3 ايش قد ما كان، فقط حولهم بالاراي 3. اقول له ايضا الاراي 3 اوف كي، الكي ما راح يكون الزائد اوف كي زائد زائد، يعني الكي اللي بعده. واضح؟ نعم الزائد زائد يعني الكي اللي بعده، المجال اللي بعده ما تخليه فوق احد منه مثلا. ف ايش يساوي؟ يساوي الري اوف واحد الاي ايضا زائد زائد حتى يكون اللي بعده، فكل ما جيت راح تكون البعده البعده وهكذا. وايضا نعمل وايل اخر، اذا كانت مثلا بالجي ما كن وصلت، ما كن وصلت يعني صدفه مثلا على سبيل المثال، فاذا نقول اذا كانت الجي اكبر من الري 2 اقل من الراي 2 دوت لينث، ايضا الكي 3 ضف له، لكن ضيف له جي. حاليا الى هنا اكملنا، حاليا استنتجت، حاليا من تخلص هاي الوايل تريد تخلص واحده من هذول الوايلات الى حسب اللي كن ظل لنا، حاليا الراي 3 كن انتلت القيم مرتبه. حاليا كيف نرجع القيم بعد ما انتلوا؟ حاليا هنا انتهت بالذاكره، اصبح عندنا الراي 3 ومنتلي القيم كلها من الراي 1 و 2 بشكل مرتب. هنا انتهى الامر خلصنا. لكن إذا نريد نرجع مذوي، كيف نرجع الأراي 3؟ فنقول الأمر بسيط، فور يساوي صفر، تبدي من الصفر، نعمل لوب على الأراي 3، بعدين نقول الـ n أقل من الـ الأراي 3 دوت لينث، يعني إلى نهايته حتكون، بعدين تكون n زائد زائد، فقط نعمل لوب حتى نرجع البيانات اللي داخلها، فنقول هنا system الأراي 3 of n. واضحة الفكرة؟ الراي 3 اوف ان، قال ليش الراي 3 اوف ان؟ لان ان هنا راح تبدي بصفر، بعدين الى طول الراي كلته لما يرجعنا اياه كله، اطبع لنا اياه وانتهى الامر. قلنا عندنا مرج دالة لازم نستدعيها، هي تستقبل الراي 2 اللي ماذا نخلي بيها القيم، ترجع لنا المفروض هذه كلها. واضح؟ حاليا نعمل انتجر الراي 1، طبعا ايش بتقدر تسميها هذه؟ ما العلاقة هذه؟ هاي بالاستخدام يعني قلنا نعمل احنا. فهنا نقول له الراي 1 يساوي انتجر، وبعدين نستدعي المرج
بنقول له الراي 1 والراي 2، واضح هذه القيم. حاليا اذا نفذنا شوف هنا هذه نفس جتنا مباشرتين 2 3 4 5 7 8 9 15 22 45 70 كل تم ذوي جانا بشكل مرتب. فاتمنى يكون واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.